ينظر الطفل إلى السفينة باحترام، بحب وتقدير، يلمسها بلطف وبرقة، منبهراً من جمالها ومن دقة صنعها، يلعب بها ويتخيل نفسه فوقها شاداً لزمامها ليقودها فيبحر بها. ينسج بخياله لنفسه أحلاماً مستقبلية ليكون بحاراً عمانياً يقطع بها البحار والمحيطات، متحدياً كل الصعاب والمخاطر ليحقق واقعاً كان يوماً حلماً يحلم به. لقد قطع البحارة العمانيون البحار والمحيطات من أجل التجارة مع الشعوب الأخرى، فكانوا في طليعة رواد البحار والمحيطات منذ أقدم العصور، هذا فضلاً عن أنهم من أوائل البحارة الذين استخدموا الصاري والشراع في سفنهم، كما كانت سفن العمانيين تمخر البحر لقرون عديدة حاملة البضائع إلى موانئ سومر وأكاد والسند والهند وسواحل أفريقيا والصين. ومنذ فجر النهضة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فقد نال التاريخ البحري اهتماماً بارزاً من قبل الحكومة، وقد عهد إلى وزارة النقل والاتصالات الدور الأساسي في القيام بواجبات تنظيم وتطوير قطاع الملاحة البحرية وإنشاء الموانئ التجارية والصناعية والإشراف على عمليات سلامة الملاحة البحرية. لذا فقد اطلعت المديرية العامة للشؤون البحرية باعتبارها السلطة البحرية المختصة بتنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة وسلطة سلطنة عمان، وأيضاً بالنسبة للسفن التي تحمل العلم العماني أينما كانت. كما تقوم المديرية بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ، بالإضافة إلى قيامها بالتحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في البحر الإقليمي العماني بالتعاون مع الجهات المختصة، وإصدار الإنذارات الملاحية للسفن والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية. وفي هذا السياق فقد حظي البحار العماني باهتمام وافر من التدريب والتأهيل، حيث التحق عدد كبير من الشباب العماني بالجامعات والكليات المتخصصة في مختلف مجالات الملاحة البحرية وإدارة الموانئ والشحن البحري، سواء داخل السلطنة أو خارجها، ليعودوا بعد ذلك لإكمال مسيرة الإنسان العماني وريادته في البحار. في سبتمبر 2006 التحقت بالشركة العمانية للنقل البحري كطالب متدرب، تم ابتعاثي إلى المملكة المتحدة، وفي بداية 2010 تخرجت كضابط سطح بحري ثالث، ومن السنة الماضية تم ترقيتي إلى ضابط ملاحة ثاني، حيث انتقلت إلى مسؤولية الوصول على الخرائط والتخطيط لمسالك السفينة وكذلك الشحن والتفريغ والاتصالات. انضمت سلطنة عمان في المنظمة البحرية الدولية IMO International Maritime Organization بتاريخ 30 من يناير من عام 1974، ومنذ ذلك التاريخ فقد عملت السلطنة على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة من المنظمة، وتنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية IMO القاضي بإلزام الدول الأعضاء بتطبيق نظام تتبع السفن ومراقبة السفن عن بعد RIT، فقد بدأت المديرية العامة للشؤون البحرية إجراءات لتطبيق هذا النظام من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة. وانسجاماً مع توجه الحكومة الرشيدة نحو مجتمع المعرفة عبر حكومة إلكترونية مواكبة لطبيعة العصر من أجل تسهيل الإجراءات، فقد شرعت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بإنشاء نظام إلكتروني يختص بتسجيل السفن وإصدار الشهادات والتراخيص الملاحية. وإذا كانت الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات قد أولت قطاع الملاحة البحرية اهتماماً بالغاً، فإنها لم تكن وحيدة في تحمل مسؤوليات هذا الواجب الوطني الحضاري.
كلية عمان البحرية، وهي كلية تمتلك الحكومة 70% من حصتها. تقدم الكلية للطلاب والطالبات برامج تعليمية وتدريبية في مجال الملاحة البحرية للعمانيين ولغيرهم من جنسيات عربية وأجنبية، ساعية لرفض سوق العمل بالكوادر المؤهلة من جيل الشباب. تعد كلية عمان البحرية الدولية الوحيدة على مستوى الخليج العربي التي تمنح شهادات علمية معتمدة. الشركة العمانية للنقل البحري هي شركة مساهمة عمانية مقفلة، أسست في مايو من عام 2003 وتملكها حكومة السلطنة. تقوم الشركة بتشغيل ناقلات النفط والغاز المسال والغاز البترولي وناقلات المواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات الحاويات. يصل عدد السفن المشغلة إلى 43 سفينة، والتي تمثل حوالي 7.8 مليون طن. هذه هي قصة البحارة العمانيين والبحر منذ القدم إلى الوقت الحالي، وها هو الطفل البحار الصغير يأخذ الخطوة الأولى في تحقيق حلمه ليضع سفينته في البحر فتبحر ليكبر ويصبح بحاراً عمانياً رافعاً أمجاد السلطنة بافتخار واعتزاز.